أبونا، اليوم في قراءة الأحد سمعنا قراءة من تثنية الاشتراق. في آية بتحكي: يقيم لك الرب إلهك نبي مثلي من وسطك في بين إخوتك مثلي. أبونا بدي تفسر لي هاي الآية، توضح لنا إياها أكثر. شكرا الأخ غيث على هذا السؤال، وسيداتي سادتي، جيد إنه الإنسان يستفسر، وهذه المرة أيضا نجد أنه عظة يوم الأحد التي يقوم بها الكاهن لا تكفي من ناحية الوقت لتفسير بعض الأمور. هنا هذا النص الذي لمح إليه الأخ غيث موجود في سفر تثنية الاشتراع فصل 18 آية 15، يخاطب موسى كليم الله جماعة العبرانيين، يقول لهم بصيغة المفرد يعني: أيها الشعب، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من بين إخوتك مثلي له تسمعون. وفي الآية 18 من هذا الفصل 18، وقتها الله نفس العزة الإلهية تقول: سأقيم لهم من بين إخوتهم من وسطهم نبيا مثلك وأضع كلامي في فمه. نحن كمسيحيين نفسر الكتاب المقدس بالكتاب المقدس، يعني ما بصير إنه أنا أستشهد بآية من الكتاب المقدس بعدين أفسرها على هواي، خصوصا عندما يفسرها الكتاب المقدس نفسه. ففي سفر أعمال الرسل فصل 3 آية 20 وتابع، القديس بطرس اللي هو أمير الرسل يقول إنه هذا النبي المتنبأ عنه لموسى وعن طريق موسى هو السيد المسيح نفسه. أما القديس استفانوس أول الشهداء فأيضا في سفر أعمال الرسل فصل 7 آية 37 بيقولنا إنه هذا النبي المتنبأ عنه هو السيد المسيح نفسه. الآن إحنا في الواقع جئنا للتفسير المسيحي، بس خلينا نرجع لنفس سفر تثنية الاشتراع. كنا نتكلم عن فصل 18 آية 15 و18، خلينا نرجع إلى فصل 17 من تثنية الاشتراع، يعني قبله بفصل واحد، آية 15. نفس العبارة تقريبا نجدها عن الملك: تقيم لك ملكا من وسطك من بين إخوتك عليك، ولا يحل لك أن تقيم ملكا رجلا غريبا من غير إخوتك. إذن تثنية الاشتراع 17-15، الملك يجب أن يكون من بني من اليهود، وكذلك تثنية الاشتراع نفس العبارات فصل 18 أي 15 و18، أنا قلت نفس العبارات، لا هي نفس العبارة، تقيم لك نفس الفعل من بينكم من إخوتك، ولكن بالنسبة للملك وضح أكثر، مش رجل غريب، وفعلا ما حكم اليهود إلا ملوك يهود. أما هيرودس الكبير اللي عينته روما ملك اليهود، فهذا طبعا كان لقب اللي اليهود ما كانوش راضين عنه، هو أساسا كان والده اللي هو أنتيباتر قد تهود، يعني أدومي اعتنق اليهودية، إذن حتى هيرودس كان يهوديا من ناحية الدين. عفوا، هلا شو اللي بثبت إنه هذا النبي هو من بني يعقوب من بني إسرائيل وليس من بني قيدار أو بني إسماعيل؟ بيقول أقيم لك يا موسى، أو موسى بيقول للشعب أقيم لك أيها الشعب العبري، أو
في الآية 18 أقيموا، الله بقول عز وجل أقيموا لهم، لمين؟ للشعب العبري، مش الشعب العربي ولا الشعب الفرنسي. والمسيح أتى في أول وهلة لمين؟ للشعب العبري، وبعدين قال اذهب وتلمذوا جميع الأمم. هلا في عندنا مشكلة أو مش مشكلة، اعتراض. بعرفش إذا حتى الآن عندك أي استفسار عن هذا الموضوع، الكلام واضح؟ نعم ممتاز. الآن بقول لك المسيح ليس مثل موسى، لأنه موسى كان متزوجا والمسيح لم يكن متزوجا. طيب موسى قتل، طبعا مش بقصد الاعتداء بل بقصد الدفاع، قتل مصريا، والمسيح لم يقتل أحد بل المسيح قتل. فليس هذا مثلي، لا تعني مثلي في تفاصيل الأحوال الشخصية أو في التصرفات. مثلي يعني كلام الله في فمه. موسى كليم الله، بالنسبة لنا كمسيحيين وأيضا كمسلمين المسيح كلمة الله. المسيح كلمة الله أيضا واردة في المصادر الإسلامية، وأعتقد سورة المائدة 171 مثلا. كليم الله كلمة الله، يعني دائما عندنا إيش؟ كلام الله في فم السيد المسيح. هل المسيحية لا توجد فيها شريعة؟ توجد. السيد المسيح ماذا قال في متى فصل 5؟ أعتقد آية 17، لا تظنوا أني أتيت لأبطل الشريعة، باليوناني نوموس، ناموس يعني الشريعة، والأنبياء ما أتيت لأبطل بل لأكمل. إذا عندنا إحنا في المسيحية نفس الشريعة. شو هي الشريعة؟ الوصايا العشر، ولكن بعدين كللها السيد المسيح ولخصها بالمحبة، شريعة المحبة وليس فقط محبة الشريعة. شريعة المحبة، ومش بس أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك، الموجودة في تثنية الاشتراع فصل 6 آية 4 وتابع، مش بس أحبب قريبك حبك لنفسك، الموجودة في سفر الأحبار أو اللاويين فصل 19 آية 18، بل أحبوا أعداءكم. وهاي هي كمال الشريعة. القديس بولس في الرسالة لأهل روما بيقول لا يكن عليكم دين إلا حبكم بعضكم لبعض، فالمحبة هي كمال الشريعة. يعني لما نأخذ الوصايا العشر منلخصهم، أول ثلاثة محبتنا لله، وانطلاقا من الوصية الرابعة أكرم أباك وأمك، هي محبتنا للقريب، كلها بتتلخص بالمحبة. الذي فعله سيد المسيح هو أنه أخذ هدف الشريعة. يعني ما الهدف عند اليهود من الوضوء؟ ما الهدف من الختان؟ ما الهدف من التمييز بين المأكولات؟ هذا طاهر، هذا نجس، هذا كاشير، هذا طارف. ما هو الهدف؟ الطهارة. هدف ثاني ما هو؟ المحافظة على نقاء، على صفاء الإيمان وعلى طهارة الأخلاق. عشان هيك حتى كان في الحرم، حرم عبارة عن جهاد عبري، شايف؟ يعني قتل الوثنيين، لأنه في الوثنيين في خطر على إيماني. سيد المسيح لم يبطل الهدف، سيد المسيح حافظ على الهدف. شو هو الهدف؟ النظافة، الطهارة، أو خلينا نقول باختصار أكثر، نقاوة الإيمان ونقاوة الضمير. سيد المسيح قال نقاوة، مش بس نقاوة اليدين، نقاوة الفم، نقاوة الجسد. وطبعا سيد المسيح تخلى عن مبدأ العنف، أي عنف، لأنه هذا كان ضروري لشعب بدائي. تخلى سيد المسيح عن العنف
بالنسبة حتى لعقاب الخطيئة. يعني السيد المسيح ألغى عقوبة الإعدام للخاطئ. أقول لك من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، بس بعدين ما قالهاش اذهبي وارجعي زي أول، اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة في يوحنا 8. بأمل إنه المراجع التي قلتها من الكتاب المقدس بدون ورقة وقلم بأمل إنها تكون دقيقة. إذا حصل أي هفوة أرجو من الأخوة والأخوات مشاهدات المشاهدين الذين سيشاهدون هذا المقطع على اليوتيوب أو الفيسبوك إنه ينبهون عليه حتى إذا في أي غلطة في المراجع ندقق فيها.